السلام عليكم عزيزاتي، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم عالم سهام. سعدت بلقائكم وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبأحوال طيبة. اليوم سأقدم لكم وصفات وخلطات معتمدة لدي أنا شخصيا، أحببت أن أشاركها معكم. هذه الخلطات خاصة بتبييض البشرة بسرعة وكذلك بشدها لتتخلصي من التجاعيد، البقع الداكنة، كذلك الكلف والنمش وكل مشاكل البشرة بما في ذلك آثار حب الشباب. الخلطة الأولى عزيزتي تتكون من صفار بيضة واحدة، نشا الذرة، أو يمكنكم استخدام أي نوع من النشا متوفر لديكم، فكل أنواع النشا مبيضة. سنحتاج كذلك لبذور الكتان المطحونة أو زريعة الكتان المطحونة، فهذه البذور رائعة لتغذية الوجه وشد البشرة. ودائما حبيباتي احتفظوا ببذور الكتان إذا قمتم بطحنها في مكان مظلم وجاف، أو ضعوها في علبة غامقة اللون لكي لا تفسد العناصر المفيدة بها. وسنحتاج أيضا لماء الورد الذي يمكنكم تعويضه بالحليب السائل إذا لم يتوفر لديكم، أو ماء الشوفان أو ماء الأرز، فكل هذه بدائل عزيزاتي، استخدموا ما يناسبكم منها وحسب المتوفر لديكم. أولا سنضع صفار البيضة، نضيف إليها ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة، ملعقة صغيرة من نشا الذرة، وكآخر مكون سنضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد. قوموا بدمج العناصر جيدا مع بعضها البعض إلى أن تتجانس. بعد أن نحصل على خلطة بهذا القوام سنطبقها على وجه نظيف بواسطة الأصابع أو بفرشاة مكياج، ومن المهم أن ننظف الوجه بالماء الدافئ قبل استخدام هذه الخلطة. بعد أن تمر 30 دقيقة نشطف الوجه بالماء الدافئ مجددا ثم بالماء البارد، وتستخدم 4 مرات بالأسبوع، فهي تصفي الوجه، تعالج حب الشباب وتزيل آثاره، كما أنها تبيض البشرة وتشدها. لننتقل الآن إلى الخلطة الموالية. لدينا هنا السمسم، الآن سأقوم بطحنه في مدحنة كهربائية ثم سأحتفظ به في علبة زجاجية، وسأستخدمها دائما في الوصفات سواء الخاصة بالتبييض أو إزالة التجاعيد. سنأخذ من السمسم المطحون ملعقة صغيرة، نضيف إليها ملعقة صغيرة من الحليب على شكل بودرة أو الحليب المجفف الكامل الدسم، ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي أو العسل الحر، ثم سأضيف القشدة الطرية بالتدريج مع خلط العناصر إلى أن نحصل على خلطة متجانسة. يمكنكم تعويض القشدة الطرية في هذه الخلطة حبيباتي بملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي أو ما يعرف بالياغورت أو اللبن أو الروب، أو يمكنكم الاكتفاء بملعقة كبيرة من الحليب السائل الكامل الدسم. بعد أن نحصل على هذا القوام ننظف الوجه جيدا بالماء الدافئ أولا لإزالة آثار المكياج والأوساخ، نجففه بفوطة نظيفة أو منديل ورقي، وتطبق الخلطة على كامل الوجه والعنق أيضا. أنا شخصيا أضع منها على اليدين وعلى الرجلين فهي مبيضة بشكل عام.
ضعيها على بشرتك لمدة 30 دقيقة إلى أن تجف وتتشربها البشرة بشكل جيد. بعد ذلك تغسل بالماء الدافئ أولا ثم بالماء البارد، وتستخدم هذه الخلطة عزيزاتي 3 إلى 4 مرات بالأسبوع، فنتيجتها سريعة، تبيض الوجه، تفتح لون البشرة، كما أن السمسم الموجود بها يملأ التجاعيد والخطوط الدقيقة خصوصا على منطقة الجبهة أو حول الفم. بعد استخدام هذه الخلطة مرري تونر البابونج على البشرة، ويحضر هذا التونر بأخذ كيس من شاي البابونج أو البابونج المطحون، قوموا بنقعه بماء ساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ضعوه في الثلاجة إلى أن يبرد، ثم امسحوا وجوهكم بهذا المحلول، فالبابونج يريح البشرة ويهدئها خصوصا البشرة التي تتعرض للمكياج بكثرة وتتعرض للغبار والتلوث، فهو ينظف المسامات بعمق ويمنع ظهور الحبوب بها. يمكنكم تعويض البابونج بماء الورد إذا لم يتوفر لديكم، فماء الورد كذلك يعتبر مبيض ويسد مسامات البشرة الواسعة والمفتوحة. لنمر الآن عزيزاتي للخلطة الموالية. خذي نصف حبة خيار، اغسليها جيدا، ثم قومي ببشرها إلى أن تصبح هكذا ناعمة. بعد ذلك نأخذ ملعقة كبيرة من هذا المبشور ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الحليب المجفف أو الحليب على شكل بودرة. إذا كانت بشرتك جافة يمكنك إضافة نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. أما إذا كانت بشرتك دهنية أو عادية فيمكنك الاكتفاء بالمكونين السابقين فقط. نخلط المكونات جيدا، بعد أن نحصل على خلطة متجانسة وبهذا القوام سنغسل الوجه ثم نطبقها على بشرة نظيفة. من المفضل أن تقومي بتقشير البشرة قبل استخدام هذه الخلطة. ضعيها على الوجه والعنق أيضا ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة وتغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. تستخدم من 4 إلى 5 مرات بالأسبوع، ويمكنكم الاحتفاظ بها بالثلاجة لمدة 5 أيام فهي لا تفسد. الكريم الموالي عزيزتي هو كريم بذور الكتان. سنحتاج به مجددا لبذور الكتان المطحونة، فهذه البذور تحارب الشيخوخة، تحتوي على مواد كيماوية نباتية بها خصائص مضادة للأكسدة، لذلك فهي تحارب علامات التقدم في السن. لتحضير هذا الكريم نأخذ وعاء مناسب للوضع على النار، نضع به مقدار ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان المطحونة، نضيف إليها ملعقة كبيرة من نشاء الذرة، ونضيف 3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. يمكنكم استخدام زيت أرغان كذلك إذا كان متوفر لديكم. بعد ذلك سنضيف تقريبا كوب صغير من الماء. نضع هذه المكونات على نار هادئة مع التحريك المستمر. هذا هو شكله عزيزاتي، يصبح بشكل هلامي بعض الشيء. سنتركه إلى أن يدفأ قليلا، نضعه في علبة محكمة الإغلاق، ثم نأخذ منه كل ليلة وندهنه على البشرة. نبدأ بعمل تدليك بحركة دائرية إلى أن يمتصه الوجه بشكل كامل، نتركه لمدة ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. يستخدم هذا الكريم عزيزاتي يوميا لمدة 2 أسبوع لتلاحظي النتيجة بعينيك. ستحصلين على وجه مشدود خالي من الكلف والنمش وجميع التصبغات التي عانيت منها لسنوات عديدة.
يمكنكم الاستفادة من بذور الكتان أيضا بأكلها عزيزتي، فهي مفيدة للبشرة. أيضا قوموا بدهن زيتها على البشرة كل ليلة قبل النوم واتركوها إلى الصباح، ثم يغسل الوجه بشكل جيد. وصلنا لنهاية فيديو اليوم حبيباتي، أتمنى أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم، وأن تشاركوه مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في وصفة قادمة.